بيستول. شو عم بيعمل هذا؟ هذا شو عم بيعمل؟ شو عم تعمل هون يا زلمه؟ يخرب بيت سنتك. هذا شو؟ منطقة سوري. هو بلا صياح ارجوكم بلا صياح. الوضع ريلاكس خلاص، ادري اني ساحب. الوضع ريلاكس ريلاكس، خلي الوضع ريلاكس خلاص. يلا خليكم معنا. هل يا ترى بهال 24 بطاقة حبايبي بدي احصل على السكنين اللي موجودين باللاكي رويال ولا لا؟ معنا 24 بطاقة مرة ثانية بقولكم، بدنا نشوف حظي ونبلش ونشوف الاوضاع. واوضاع شو؟ اوضاع شو؟ شو عم بحكي؟ انا بلشت اخدمت بالحكي من اول ما بلشنا من المقطع. اوكي نبلش، يلا ليتس جو. اوكي اوكي اوكي، يلا 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 يا حبيبي، يلا خلينا نشوف خلينا نشوف خلينا نشوف خلينا نشوف الحظ الاسطوري. حظ اسطوري؟ بعرف حظ ستالي انا دايما حبايبي. قبل ما بلش اول كبسه يا شباب، لا تنسوا تصلوا على الحبيب محمد، حطوا لايكات وشيرات حبايبنا الكرام، تنزلها تحت فعل زر الجرس. anyway شو من كان، بس انزل تحت وفعل وخلص، لا تخليني اطلع لك من الشاشه. اوكي يلا يا شباب نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هاي ضرب اول ضربه لعيونك اذا عم تتابعني الان. انت 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 انت, انت. يلا قوم ابا. ايه او ماي جاد، اول ضربه شباب، اول ضربه باخذ 23 وحده. يلا نضرب الثانيه. M4 اوكي M4 يلا حظنا اللاكي عندنا 41 شباب. ليتس جو ابلع اوبا. تطولي هلا 24 بطاقة، ما راح اضرب اكثر اكثر من منه. اي ما حبيت اعمل هيك، بدي اشوف هيك اللي تنزل و... يلا بيض هنا نجي لهون، نجي لهون كبس هالكبسات هيك. يلا 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 بدنا اياها بدنا اياها بدنا اياها. بليز 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 كمان. لك حبايبي وقع الضوء، اقسم بالله الضوء وقع شباب، الضوء ضوء وقع. شفتوا شو صار؟ الضوء وقع. اوكي يلا بلش بلش ببوس روحك، خليك خليك مثبت بليز. انت كمان خلص خلي خلي شو الحظ الزفت. اوكي يلا نضرب ضربه لنشوف. او اصلا حبايبي اول ما ينزل هذا الصندوق هذا الزفت بعرف مبين انه زفت من الاخر، يعني من الاخر. قول لي يا اخي ما بدي هذا، ما بدي، انا بدي هالسلاح هالسلاح بدي هذا. وبعدين يا شباب يعني راح اقول لكم شيء اخر فيديو. ليتس جو بيض 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 بيض. يلا يلا يا زلمة، يلا يا زلمة، خلاص يا زلمة. قل لي أبا والله جبته جبته. كفو شباب كفو، 15 بطاقة بقية بقية 15 بطاقة بس. رح نحاول نجيب هذا البرفال ولا هذا بحياتي يعني شباب. الصراحة ما بعرف بحياتي ما ألعب فيه ولا رح ألعب فيه، يعني أكون صريح معكم حبايبي يعني ما لعبت فيه وما رح ألعب فيه. ابلع يلا تكو. حصلنا على اول سلاح لوز لوز، هات نشوف. يلا يلا هالمره نضرب، حاول نضرب على البرفان، نضرب على البرفان. يلا ليتس جو بيض 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 بيض. حبايبي باقي 11 ضربه 11 ضربه. يلا ان شاء الله هي هي هي. او ماي جاد يلا ابلع ابلع اب يا زلمي شباب. يعني يلا يلا نجيب ابلو. يلا هي هي. الضوء كان راح يوقع مره ثانيه يا شباب، مع الضوء عندي هذا ما ماني مسكته لازم اثبته شباب. يلا هي هي. يلا طب اعطينا اللي بدنا نحاول نجربه شباب، نحاول نجربه بس ما بدنا يعني بدنا نجربه يعني. يلا ست بطاقات بليز. يلا هي لا مبين اذا يطلع صندوق ازرق ما راح يجي شيء، اذا صندوق احمر هذا زباله. امشي على السريع، هذا شو وضعه؟ هذا كمان زباله امشي على السريع.
هذا شوف، هذا شوف وضعه، زبالة أكثر وأكثر. امشي هلا على السريع، كمان زبالة. هذا شو وضعه؟ كمان زبالة. أوكي شباب، هلا بدي أقول لكم شيء المهم 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 حبايبي الكرام. طبعا شباب بتعرفوا كتير منيح باللعبة فري فاير، أكون صريح معكم وأقول لكم شو الموضوع اللي حابب أقوله. بالنسبة لهذا السلاح شباب الـ M14 أنا ما راح أجربه، تمام؟ يعني معروف بسلاح الـ M14، ما راح أجرب لكم إياه، راح أجربه شيء جديد، لا راح أجربه، راح نروح نحطه، أوكي؟ بس بقى راح أقول لكم شيء كتير مهم بالنسبة لهذا الموضوع الأسلحة شباب، تمام؟ أنا شباب شخصياً راح أجربه طبعاً وراح أشوف وضعه، بس ولكن من الخاصيات تبعوته شايفين معكم شباب ان هون عندنا القديم، فعندنا السرعه، هي السرعه لحالها بتكفي شباب. يعني انا صراحه بدي استعمل، راح ندخل نجرب هذا شباب، ندخل بساحه التدريب ونشوف وضعه. ما راح لازم اجرب، بدي اجرب، لازم اجرب، بدي اجرب هذا وهذا ونفرجيكم ما بعينكم ونشوف الاوضاع ونشوف ال ما نشوف شيء. يلا خلينا نجيب هون السلاح هذا الام 14 شباب، اللي هو وين؟ اوكي راح نحط له هون. لا 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 مو هون، هون اوكي نحط هون، نحط له هاي هاي في مسب اف نحط له كمان هون، نحط له يلا نفس الشيء، نحط له هذا عادي، ونحط لهم واحد بساينس واحد بساينس. اوكي عندنا 24 هون، 24 هون، 24 هون. وين الساينس الثاني؟ اي 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 وين سايلنس تالي؟ يلا اوكي شوف، خلينا نشوف الخلون. 63 بيضرب، 63 بيضرب على الجسم. 74 47 47 47 شو عم بصير هذا؟ يعني على الجسم بيطلب 63 شباب. طبعا ما في، ما عنده ذاك الدرع، ما عنده شيء هذا. جيب هيد شوت، يعني هيد شوت واحد بيجيب هيد شوت، هيد شوت واحد. خلينا نحط له خذ 3 وهذول، ما تشوف ها على الهيد، يعني 150 جي بيت، يعني فيه دمج، فيه دمج وفيه المدى، يعني بيضرب مدى حلو. هنطلع على ساحة التدريب ونشوف وضعه شباب، لانه هذا سلاح الام 14 معروف فيه ال يعني ال السرعة، السرعة ذاك الأزرق شباب، أسطور الأزرق. إذا عندكم الأزرق شباب كريستيانو خلاص، هذا شو؟ هذا شو؟ تعال 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 المدى حلو، المدى تبعه هذا المدى هيد شوت كمان حلوة، أوكي يعني هيد شوت كمان جميل. نشوف الوضع هون، شباب ما بعرف، انا بلشت اغير رايي بالتدريب، عن جد غيرت رايي ما بعرف، يعني هذا الشيء مفهوم بس ولكن بسرعة. اوبا يا سلام، خلاص شافوا سكوره خلاص، ما راح يخلونا نطبط يا سلام شويه. يلا ليتس جو يا زلمه، هذا بلاش هاي هاي اوكي يعني يجيب 50 من بعد، يعني بصراحة حلو 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 ماشي ماشي يعني. هجيبوا شرطات هيك، شوفوا الوان شرط تبعه قطع قطع شاب، بدي اروح اجرب هذا عن جد، يعني ما بعرف غيرت راح اشوف، راح اجيب الثاني ونشوف الاوضاع شباب. خلينا نشوف الحط الثاني شباب ونشوف وضعه اذا جميل ولا مش جميل. اوكي خلينا ندخل يا حبايبي بسرعه، ليتس جو، ما بدي اطول عليكم اكثر من هيك. يلا يا ستي اوكي، هذا هو الشباب اللي يعني من يعني معروف باللوجي، هذا معروف اسطوري. اقول لكم لا، انا بعرفه هذا شاب لانه سريع، اي سلاح حبايبي فيه سرعه اسطوري.
هات لنشوف شباب نشتري يلا على السريع. ليتس جو. وين اللعيبات؟ طبعا البارفل شباب صراحه ما السلاح ما بعرف ما بعرف ما بعرف ما بعرف ليش منزلينه يعني ما بعرف ليش منزلينه الصراحه هذا لانه ما عجبني يا اخي ما عجبني ولا اكيد ولا واحد منكم عجبكم صراحه يعني اجيكم من الاخر. خلينا نحط لهم اثنين واحد سايلنس والثاني هيك نشوف هيك على السريع السرعه تبعته السرعه شباب السرعه 59 44 هذاك يجيب 47 هذا 44 يا شباب شوفوا 340 يعني شوفوا الفرق شوفوا الفرق شوفوا الفرق شباب يعني اذا عندكم هذاك عندي اذا عندكم شوفوا شباب اقول لكم الاخر اذا عندكم هالسلاح هذا عندكم بالحساب واتركوا بطاقاتكم لحاضر الجاي او لاشياء الجاي 20 هذاك يجيب يعني 21 ولا ما يعني قايل عليه هيد شوت 140 يعني هذاك يجيب يعني تقريبا 150 مع الخوذه. اوكي خلينا نشوف المساحة على السريع شباب نجرب الاوضاع هات نشوف 100 هيد شوت هذاك هذا الهيد شوت عنده هذاك الهيد شوت عنده اكثر يا سلام يا طول بالك لعما ضربك هذاك الهيد شوت لاحظت شيء انه عنده اقوى ولكن مع ذلك شباب مع هذه السرعه ما راح يخلونا نلعب هذول ما راح يخلونا نجرب شيء يعني هذا كم شوفوا شايفين ما السرعة شوفوا السرعة كيف الضرب بيزعل ايه بس يا الزلمة العمى ضربك يا الزلمة شو ايوان شوفوا هذا شوفوا والله معكم على الجوكر يلا ها 300 والله شيء اسطوري شباب صراحة حبيبي على تجربتي هذا فيه سرعة شباب هذا فيه سرعة أي سلاح شباب حبايبنا كذا أي شخص فيه سلاح فيه شباب أسطوري أسرع ودمج سلاح يكون أسطوري شو عم تعمل هذا؟ هذا شو عم تعمل؟ شو عم تعمل يا زلمة تخرب بيت سنتات؟ ما بتخلصوا شو لك معلم؟ ابلع صب بالله شوي الله قبل قبل يلا حبايبي الكرام ملخصة هذا المقطع الملخصة هلاي المقطع حبايبي السلاح هذا الام 14 الموجود وراي هون اذا عندكم يا حبايبي خلوا عندكم وهذاك السلاح يعني دوليك الاسلحة ما راح تستفيدوا ما راح تستخدمون يعني اجيكم من الاخر شباب فهمتوا علي المهم حبايبي اذا عندكم هالسلاح خلوه عندكم حطوا بطاقاتكم للحاضر الجاي اذا عندكم اسلحه ما عندكم اسلحه بال 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 بالماكينه تحبوا تاخذوها اضربوا جربوا حاسكم اوكي بس اذا راح تضربوا مش تاخذوا هالسلاح ما انصحكم فيه. بالنسبه للبارفال تركنا منه معلم هذا تركونا منه اوكي لا توقع لا توقع لا توقع بليز حبايبي الكرام هيك بكون انتهى مقطعنا اليوم ان شاء الله عجبكم المقطع يا اساطير لا تنسوا حطونا زر اللايك والشير يا حبايبنا من تحت وتفعلوا زر الجرس يا اساطير ونشوفكم مقاطع جديده السلامات كان معكم عليكم.